إن الذي جرى أيها الشعب الفلسطيني اليوم ويا أبناء الأمة يكشف عظمة هذه المقاومة، ويكشف عظمة الإعداد، ويكشف مصداقية الكلمة، ويكشف صدق الوعد، ويكشف طوفان الأقصى. إن ما جرى اليوم يكشف هشاشة هذا العدو. هذا العدو لحقت به اليوم هزيمة سياسية وعسكرية واستخباراتية وأمنية ومعنوية، وسنتوجها إن شاء الله بهزيمة مدوية ليخرج من أرضنا، من قدسنا، من أقصانا، لنحرر أسرانا من سجون الاحتلال الصهيوني.